السلام عليكم حبيباتي ومتتابعين قناة وصفات أم يانيس في وصفة جديدة وفي يوم جديد. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وتكونوا إن شاء الله في أحسن الأحوال. الوصفة ديال اليوم في إطار الموضوع اللي كنت ديجا حطيت فيديوهات كيخص تأخر الإنجاب، غادي نعطي اليوم وصفة جديدة لتأخر الإنجاب، وصفة اللي تبتت الفعالية ديالها واللي جربوها الكثير والكثير والعديد من النساء وحملوا بإذن الله، وقع لهم الحمل وتحل لهم المشكل ديال تأخر الإنجاب. قبل ما نبدأ الفيديو ديالي نتمنى أنكم تشجعونا بلايك وتأبوناو في القناة باش تساعدونا وتشجعونا على إعطاء المزيد وابتكار فيديوهات جديدة. إذن كما قلت لكم الوصفة ديال اليوم هي وصفة لتأخر الإنجاب، وهي بالخصوص للنساء اللي كيعانيو من تكيسات المبايض ونقص الخصوبة. هذه الوصفة صدقوني استعملوها الكثير 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 بالمثابرة بالصبر والمداومة عليها، أعطت نتيجة العديد 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 من النساء. المكونين اللي غادي نحتاجو في هاد الوصفة اللي موجودين عند اي عطار وبثمن زهد اللي في المتناول اي سيدة، اللي هما عشبتين. العشبة الاولى كيفما شاهدون هي عشبة البردقوش، بالعربية يسمى البردقوش، هنا في المغرب يسمى المرمدوش، ولكن بصفة عامة بردقوش هو اسم معروف في كامل البلاد العربية. العشبة الثانية هي الميرامية، كنظن هي أيضا عشبة معروفة جدا، تسمى في المغرب السالمية ولكن في البلدان العربية والجزائر ينعتونها بالميرامية. هادو عشبتين لهم خصائص قوية 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 جدا في علاج تأخر الإنجاب. نبداو بالعشبه ديالنا ديال الميراميه اللي هي كما كتشاهدوا، نشوفوا الاوراق ديالها، هذه ميراميه مغسوله ويابسه، لازم تكون يابسه هي والبردقوش. اذا الميراميه كتعريف بسيط باش حبيباتي تفهموا شنو هي هذه العشبه والخصائص ديالها. الميراميه هي من الاعشاب العطريه اللي كانت كتستخدم من قديم الزمن والعصور في علاج الكثير من الالتهابات والامراض، فهي غنيه جدا بالزيوت والفيتامينات والمركبات اللي كتساعد كما قلت في علاج كثير من الامراض. بالنسبه للحمل هذه العشبه هي معجزه لانها عندها مركبات تسمى مركبات استروجينيه تشبه كثيرا كثيرا طريقة العمل ديال الأستروجين. هاد المركبات الأستروجينية اللي في هاد العشبة الميرامية هي اللي كتخليها عشبة تساعد على حل مشاكل نقص الخصوبة وتكيسات المبايض ومشكل العقم. بالنسبة للميرامية كيف ما قلت فهي تساعد على زيادة الخصوبة، كتضبطنا الهرمونات بالجسم لان الخصائص ديالها تساعد على ضبط الهرمونات. بالنسبه للنساء اللي كيعانوا من اللخبطه فهي جد 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 مهمه، كتنظم الدوره الشهريه للمراه. حتى بالنسبه للنساء اللي ما باغينش يحملوا مي باغين ينظموا الدوره الشهريه ديالهم فهي مفيده جدا، بالاضافه انها كتنقي الرحم من الامراض والالتهابات اللي كتصيب الرحم واللي كتكون هي ايضا سبب في تاخر الحمل. اذا هاد العشبه هي منشط فعال للمبيض، المبيض اللي كيكون خامل البويضه اللي كتكون صغيره، البويضه اللي المبيض اللي فيه تكيسات، الرحم اللي فيه التهابات، كل هاد المشاكل هاد العشبه كتعالج هاد المشاكل. ملي كتعالج هاد المشاكل فهي تساعد على الانجاب لاننا كنتخلصوا من كل هاد المشاكل اللي عندنا. العشبة الثانية هي البردقوش أو المرمدوش بالمغربية. البردقوش هو أيضا نبات معروف جدا، هو نبات عطري له عدة استعمالات علاجية وكيتستعمل كذلك في الطهي، محنا الوصفة ديال اليوم هي علاجية محضة، علاج تأخر الإنجاب.
البردقوش كيساعد هو ايضا مثل الميرامية على التبويض، كيعمل على تنظيم وضبط الهرمونات لانه هو ايضا غني بمركبات استرو تشبه الاستروجين وتشبه البروجستيرون. هاد الهرمونات كما كتعرفوا مهمين للمرأة في الجسم للمرأة، لهذا فهاد العشبة هي ايضا عندها هاد الخصائص. كيعالج ايضا المشكل ديال هرمون الحليب او ما يسمى بالبرولاكتين، فهو كينظم هذا الهرمون. كما كنعرفوا ان زياده هرمون البرولاكتين عند المراه فهو ايضا سبب من اسباب عدم الانجاب، لولهذا هذه العشبه فهي كتنظمه. كيعالج مشكل التكيسات، كثير من النساء استعملوا البردقوش للتكيس واكتشفوا من بعد الاستعمال بان التكيسات اختفت او نقصت على حسب الحده ديالها. فالبردقوش جد 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 مفيد، ومن بعد حملوا لان التكيسات كتعيق احيانا عمليات الحمل، لهذا هذه العشبه البردقوش فهي ساعدت الكثير الكثير من النساء. كذلك هذا البردقوش كيضبط مستويات السكر في الدم وكيحفز على افراز الانسولين، وكما كتعرفوا ان الافراز الانسولين فهو ايضا له دور في علاج تكيسات المبايض. اذا كان افراز كثير الانسولين فكيفاقم المشكل ديال التكيسات، فالبردقوش كيضبط مستويات السكر في الدم. هذه عشبه ايضا معجزه، هي والميراميه عشبتان خطيرتان رهيبتان، يعني كثير 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 من النساء استعملوهم وحملوا بفضل الله وبفضل هذه العشبه. اذا غادي نحتاجوا لهذه الوصفه ديالنا، القليل من البردقوش والقليل من الميراميه. غادي نستعملوا الطريقه الاتيه. غادي ناخذوا ملعقه صغيره البردقوش اولا، ملعقه صغيره، ونضعها في الكاس. انا غادي نبين لكم الطريقه. نضعها في الكاس وناخذ ملعقه صغيره من الميراميه هكذا ونضعها في كاس. ناخذ ماء مغلي ونصبه على الميراميه وكذلك على البردقوش. الطريقة هذه. اذا بعد ما حضرنا هذا الكؤوس ضروري نغطي الكؤوس ديالنا، لان هذه العشبتين كتحتوي على زيوت طياره، لازم نحتفظوا بالخصائص ديالها، ان زيوت الطياره كتطير مع البخار، لهذا لازم نغطوا هذا الكؤوس ديالنا. اذا طريقه ديال الاستعمال، هنا عندي بردقوش، ملعقة بردقوش في كأس ماء مغلي، وهنا ملعقة ميرامية في كأس ماء مغلي. إذا طريقة سيدتي للاستعمال، لكل سيدة تعاني من تأخر الإنجاب، لكل سيدة عندها تكيسات المبايض، لكل سيدة عندها نقص الخصوبة، لكل سيدة عندها التهابات في الرحم، هذه الوصفة صدقيني غادي تساعدك كثير. جربيها الشهر الاول تقدر ما تعطيكش نتيجه، الشهر الثاني تقدر تعطيك، الشهر على حسب كل مراه. كاين سيدات اللي عطاتهم نتيجه من الشهر الاول، كاين سيدات من الشهر الثاني، كاين سيدات من الشهر الثالث. توكلي على الله وصدقيني هاد النبتات وهاد الاداه هما مفيدين جدا جدا جدا. اذا الطريقه هي كالاتي، كنوضعوا ملعقه ديال بردقوش في كاس ماء مغلي، وكنغطيو الكاس وكنخلوه 15 دقيقه، وكنشربوها في الصباح ديال اول ايام الدوره لمده 14 يوما ابتداء من ايام الدوره. بالنسبه للميراميه نعاود نقول الطريقة، ملعقة صغيرة في كأس ماء مغلي وتغطى لمدة 15 دقيقة، نشربها في الليل اليوم الأول للدورة لمدة 14 يوما، مفهوم؟ إذا نعاود، اليوم الأول ديال الدورة سيدتي غادي تشربي في الصبح على الريق كأس من البردقوش على الريق،
بعد 15 دقيقة، بعد ما يطلق البردقوش تشربيه على الريق. في الليل تشربي كأس من الميرامية محضر بنفس الطريقة، ستداومين على الطريقة لمدة 14 يوما. اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، في الصبح بردقوش، في المساء ميرامية. بإمكانك سيدتي تقلبي هذا، تقدري تشربي الميرامية في الصبح والبردقوش في الليل على حسب. المهم كأس في الصبح على الريق وكأس في المساء قبل النوم. هذه الطريقة أختي صدقيني صدقيني تبتات الفعالية ديالها، وعطات العديد من النساء الفرصة على الإنجاب بفضل الله وبفضل هذه الخصائص اللي في هذه الأعشاب. نتمنى أنكم الوصفة ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم الفيديو شجعونا بلايك وتابوناو في القناة. كان شي تساؤل خليو لي الميساجات. نتمنى أن كل سيدة ترغب في الحمل ربي يسهل عليها ويعطيها اللي كتنوي في خاطرها. كنتمنى تبقاو متتبعاتي على خير، وإلى اللقاء في وصفة أخرى.